هو قانون انتخابي يمكن وصفه بالمسخ، بمعنى لا هو نسبي ولا هو قانون عادل ولا يمثل جميع الشرائح، هو قانون صيغ بقدر ما يناسب الطبقة السياسية الحاكمة التي صنعته للحفاظ على تمثيلها في المؤسسة التشريعية اللبنانية. لذلك قيس هذا النظام في 2018 على قدر ما يقدم لهذه الطبقة السياسية من حواصل وإمكانية تمثيل في البرلمان. لذلك أنا لا أعتبره هو تمثيل ديمقراطي ولا يمكن اعتباره قانونيا. على قياس من من الأحزاب؟ كل الأحزاب اتفقت عليه، لأن كان بالنسبة إلي هذه أحزاب، هنا ليس لدينا أحزاب بمعنى الأحزاب، هي مجموعة طوائف تمثل سياسيا بحزب أو مجموعة أحزاب. حتى المعارضة والموالاة داخل السلطة عندما تم إنجاز هذا القانون الغجي العجيب الغريب، حتى أنتم في الشرح كانوا يعني يحتاج تقريركم يحتاج إلى شرح صحيح، يعني حتى للناخب اللبناني وليس للمراقب الخارجي يعني. صحيح، وقد واجهت الناخب اللبناني يعني عقد كثيرة ب 2018. هو الكتل الكبرى حاولت أن تحافظ على مواقعها داخل البرلمان، وحتى الأحزاب التي كانت تعارض أغراها الموضوع بأنها بما أنها أحزاب منظمة داخل طوائفها تستطيع أن تحصل على حواصل تضمن لها تمثيلها. أما الأحزاب الصغيرة أو الكتل المدنية أو ما حدث بعد 17 تشرين الانتفاضة والجيل الجديد الذي يريد أن يمارس السياسة ويعبر عن حقه تصويتا وانتخابا وحضورا في الندوة البرلمانية، فتنعدم فرصه، ليس لأن الحراك المدني لم ينظم بعده بحاجة إلى وقت طويل لبلورة نفسه سياسيا، وهذا طبيعي في أي بلد يخضع لقمع طوائف وليس لقمع سلطة واحدة، ولكن قانون الانتخاب لوحده، الآليات الدستورية بما فيها هو قانون الانتخاب، يمنع التغيير الحقيقي الذي يمثل ما حصل في البلد ب 17 تشرين، وتذهب القوة إلى هذه الأحزاب المنظمة التي تستطيع أن توجه كادرها التنظيمي، بيئتها التنظيمية، ولديها القدرة الحزبية. خلينا نشوف رأي السيد وليد بهاي.